إلى ذلك تتواصل أشغال صيانة وتحويل مسار المياه من الطرقات السريعة على مستوى العاصمة في العديد من النقاط على غرار بن عكنون وباب علي التي عرفت ليلة أمس شللا كليا لحركة المرور بسبب ارتفاع منسوبي المياه. المزيد في ميكروفون أحمد قارة. منذ مساء الأمس كان سجلنا أمطار يعني طوفانية حوالي 80 مليمتر اللي كانت سقطت في وقت قياسي، مع السرعة مع الأطربة اللي كان جابتها هذه الأمطار شكلت بعض الأماكن الانقطاعات جزئية في الطريق اللي هو أشغال عادية يعني في خلال في هذا الموسم الأمطار وين يكون ديبوردومون ديتار نديروا عاود نديروا النيتواياج التنظيف تاعها واعاده المياه الى مجاريها الاصليه. بالنسبه للنقطه اللي كانت عرفت انقطاع في بن عكنون، كما تعرفوا كانت الاشغال تاع المصالح الموارد المائيه في طور الانتهاء، كانت امطار غزيره اللي القناه ما تمكنتش من استيعاب كل يعني المياه اللي كانت عاود خرجت نحو يعني الفوسي دو لاروت اللي ما تحملش الكميه تاع المياه. لكن بمجرد انتهاء ان شاء الله اشغال بالتنسيق مع موارد المائيه المشكل سوف يحل نهائيا.